السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة سكاي تي في. اليوم باش نحكيو كالعادة على عائلة الشابي واللي صاير فيها الكل. باش نحكيو على موقف الصغار أدونيس ونانسي اللي هما ولاد على الشابي اللي تقلقوا ياسر، خاصة في المدرسة متاعهم. اللي الصغار سمعوا برشا بالحكاية اللي قاعدة تدور في الفيديوهات المسربة عن عمهم المنجي الشابي، واللي هي فيديوهات لا أخلاقية. أمش نحكو خاصة على بنته ذكر الشابي اللي هي صار فيها وتأزمت ياسر، وياسر أثرت فيها حكاية بوحة اللي سمعته شافته بالفيديو كل شيء موثق، وهو في وضعية لا أخلاقية. يقعد اللي هو بوها وعمرها ما تنجم تنحي خشمها من وجهها. ذكر الشابي هبطت على انستغرام متاعها ستي كاتبة فيها everything in time، يعني كل شيء في وقته حلو كما نقولوا احنا بالتونسي. اللي أكدنا اللي ذكر الشابي باش يكون عندها فيما بعد تعليقات أخرى وتوضيحات بخصوص اللي صار في بوها الكل، وعندها حقائق باش تكشفها. في الأخر ما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء.